هاي جايز، شلونكم؟ شخباركم؟ I miss you all. اليوم الفيديو كان المفروض انه يكون فلوج عن سفرتي الى اذربيجان. اللي تابعوني انستغرام وسناب شات يدروني انا كنت في اذربيجان فترة العيد، لكن من الاشياء اللي صارت هناك خلتني افكر اني اسوي sit down video with you guys عشان اتكلم اكثر عن تجربتي هناك. So اذا حابين تعرفون رايي في اذربيجان واذا انصح فيها ولا لا حق السفر، stay tuned. So كتبت اهم الاشياء اللي ابي اتكلم فيها في الفيديو. So اول شيء بتكلم عن الحجز. طبعا حجز الطياره والفندق كان اسهل شيء، مثل ما تحجزون حق اي سفره. حجزنا احنا على فلاي دبي لان I don't think Emirates عندها وجهه الى اذربيجان. I'm not sure. سعر التذاكر وايد رخيص مع ان احنا رحنا العيد ويعتبر سيزن. تمنا هناك 3 ايام. حجز الفندق كان بعد سهل. انا دائما استخدم booking.com. 3 ساعات بس في الطيارة، which makes it amazing حق الخليجيين انها تكون weekend destination. So عقب ما وصلنا طبعا نص ساعة الى 35 دقيقة من المطار الى الفندق. نوصل للنقطة الثانية وهي الفندق. كنت وايد متحمسة على الفندق لان فيرمونت براند عالمي، فندق عالمي 5 stars. so كانت توقعاتي وايد عالية، ولكن للأسف خابت توقعاتي في الفندق. اول انكونفينينس صار لنا احنا كجروب ان احنا كنا طالبين من الفندق early check in. تواصلنا مع الفندق directly، ما قدرنا نوصل لهم. I think ما كانوا يردون or something like that. so طرشنا ايميل حق booking.com. 10 دقايق وصل لنا كلنا confirmation. so it was great. اول ما وصلنا قالوا لنا ما عندكم confirmation ولازم تنتظرون. كان ساعة تقريبا 12 وصلنا الفندق، لازم تنتظرون للساعة 3. حتى لو وصلكم ايميل confirmation still it's not confirmed which was so weird. طلبنا نكلم السوبرفايزر هناك او المسؤول، ما كان في اي مساعدة من طرفه ابدا. سو اضطرينا ان احنا ننتظر في المطعم اللي عندهم في الاوتيل. عقب ما صارت الساعة 3 طبعا رحنا الفرونت ديسك نسأل عن الغرف، والغرف كانت بعدها مو بجاهزة. هني احنا بدينا نعصب. عقب ما قلنا لهم ان احنا سوشيال ميديا انفلونسرز، طبعا المدير يا وسوى لنا ابجريد على غرفنا which was great. من الاشياء الثانية اللي ما عجبتني في الفندق انه هو فندق 5 stars، لكن خلال فترة بقائنا فيه واللي هي 4 ايام و3 ليالي ما نظفوا الغرفة الا مرة واحدة، تخيلوا. وحتى كنا نطلب منهم واحنا طالعين انه بليز نظفوا الغرفة اليوم نرجع، ما في تنظيف ما في شيء. That was so bad. غير عن كذي خدمة المطاعم الموجودة في الفندق جدا سيئة. ممكنكم تقعدون تطلبون أكل، يوصل أكل حتى لو كان أي شيء، ساندويتش، كلاب ساندويتش، شاي، whatever، يوصل، ممكن يوصل الأكل عقب 45 دقيقة. غير عن كذي التشيك بعد ممكن إنه يوصل عقب 45 دقيقة، وهالشي صار لي آخر يوم. anyways خلونا نكمل. اول يوم رحنا اشهر شارع عندهم، I think اسمه شارع تنظيم. عندهم زارا، عندهم H&M، هاي ستريت براندز، عندهم مطاعم تركية، مطاعم اذربيجانية، مطاعم عربية. على فكرة في وايد سياح عرب، بس اللي لاحظت انهم اكثريتهم عائلات ومن كل الجنسيات العربية بتحصلون، مو بس خليجيين، بتحصلون خليجيين وبعد من البلدان العربية الثانية. اللي لفت انتباهي في باكو بشكل عام نظافتها مو طبيعية، من أنظف البلدان اللي رحتها صراحة. في اهتمام غير طبيعي بنظافة الشوارع، نظافة كل شيء، وهالشيء كان وايد حلو. المدينة من الأركيتكتشر مالها يبينها جديدة. الجو كان وايد حلو مع إن كنا صيف، الجو كان أوكي، تقدرون تطلعون تتمشون برا. يوم واحد بس خلال قعدتنا كاملة كان جدا حر، هو اليوم الثالث في الصبح، بس يمكن كان الحر لمدة 2 أو 3 ساعات، عقب صار الجو حلو. ندخل على الأماكن السياحية. ثاني يوم قررنا نروح منطقة اسمها قبالة أو قبالة، تبعد عن باكو مدة 4 ساعات. هي منطقة جبلية فيها التلفريك، صعدت على التلفريك which was so scary. أنا وايد أخاف من المرتفعات، غصبوني الجروب أركب التلفريك بس I did it. It was fine. التلفريك يطلع على 4 stations، 4 محطات. وايد حلو، تجربة وايد جميلة. طبعا احنا رحنا في الصيف، يقولون انه وايد 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 احلى في الشتاء، يكون الثلج مغطي كل المنطقة اللي تشوفونها تحتكم وانتو فوق في التلفريك.
في قبالة بعد رحنا مكان وايد حلو، أنصح جميع العائلات تروحه، مطعم تحسونه شي في نص الطبيعة، وايد 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 حلو. I'm sure صورت لكم منه هناك. قعدنا احنا برا على طاولة خارجية، حبيت وايد الجو والمناظر الطبيعية. الأكل وصل وايد متأخر، وصل عقب ساعة تقريبا، وكان عبارة عن مشاوي، أكلهم أكثر شيء لحم ومشاوي. صديقتي من أذربيجان بعد عطتني تيب جدا مفيدة، هي أن أي مطعم ما يكون مكتوبة فيه أسعار الأكل في المنيو معناتها بيقصون عليكم كسواح، فديروا بالكم. عقبها رحنا تعشينا في مطعم وايد حلو وايد لذيذ، أجواء بعد وايد حلوة، اسمه مانجل ستيك هاوس. الخدمة كانت أسرع نوعا ما، الأكل لذيذ مثل ما قلت لكم، بس السيرفيس شوية لكم عليه. تعامل الويترز ما كان لطيف جدا، بس anyways احنا استانسنا بالجو العام وبالأكل. ثالث يوم لنا هناك رحنا الأولد سيتي، كنت وايد متحمسة اني اروح الأولد سيتي، توقعت اني بشوف اشياء وايد حلوة، لكن للأسف كانت تحت التوقعات، كانت جدا عادية. كانت الساعة تقريبا 11 والمطاعم ما فتحت حق breakfast which was so weird. نفس الشيء الخدمات هناك سيئة، تدخلون المطعم يقولون لكم literally what do you want، يعني ما في حتى ترحيب. عقبها رحنا مول، في مول هناك نسيت شنو اسمه، بكتب لكم يا تحت، high end brands. اللي لاحظته والحبيته عندهم انه بالنسياغا الشوز اللي الحين كل حد طايح فيهم، التريبل اس اللي عندي منهم انا تراي كولر، سعرهم هناك اقل بتقريبا 1000 درهم which was amazing. حتى قلت حق اريج تاخذ من، كان في بس سايز اريج موجود، سو اريج خذت من هناك، such a good deal. باقي الماركات يعتمد، في ماركات هناك اغلى من الامارات وفي ماركات اقل. عقبها رحنا تعشينا في مطعم وايد حبيته، مطعم لمحبي السوشي، اسمه تشاينار. بعد بحط كل اللي تكلمت عنه بحط اساميهم تحت واللينكس لهم اذا حصلت. الجو العام وايد حلو، ماي ستايل، الاكل لذيذ لذيذ لذيذ، ونفس الشيء رخيص. كل المطاعم اللي قلت لكم عنها تعتبر هاي اند، بس اسعارها لا تقارن بالاسعار اللي عندنا، وايد رخيص الاكل عندهم which was great. وبس اخر يوم استلت مشكلنا مع الفندق، طلبنا منهم late check out، واصلا سوينا معهم meeting. ثالث يوم قلنا لهم please نحتاج late check out حق غرفنا، اتصلوا فينا الساعة 11:30 قالوا لنا you have to leave. وبس رجعنا دبي عقبها. بشكل عام رأيي الشخصي عن تجربتي في أذربيجان، حبيت الجو، الجو كان حلو، شهر 8، البلد رخيصة، المواصلات رخيصة، الأكل رخيص ولذيذ. اللي ما حبيته أنه ما عندهم لين الحين مش فاهمين كونسبت الضيافة أو كونسبت السيرفيس. السيرفيس جدا تعبان، جدا 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 جدا، يعني إذا I would rate it من 10 أعطيهم 1 من 10. لكن غير عن كذي الأماكن السياحية، كان في باقي فندق في مكان اسمه جبل النار ما رحنا، سو احنا ما رحنا كل الأماكن، بس anyways تقدرون تخلصونها في 3 أيام، ما فيها وايد أماكن داخل باكو. أنصح فيها أكثر للعائلات، أحس جوها عائلي أكثر، خصوصا أن الخدمات بطيئة، سو إذا أنتوا رايحين مع عائلة كبيرة أنتوا already بتقعدون في المكان 1-3 ساعات ما بتفرق معاكم، بس ما أنصح فيها شباب أو جروب شباب أو كصديقات انكم تروحون هناك، وايد بتضايقون من بطء الخدمات. عن نفسي ما اعتقد بروح اذربيجان مرة ثانية الا اذا رحنا منطقة قبالة في الشتاء، ممكن اني اروحها واقعد هناك، في هناك فندق 5 ستارز. وبس ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، نوع من التغيير. لا تنسون تسوون لي لايك وسبسكرايب وكومنت، وكتبوا لي شنو تبون تشوفون الفيديو الجاي، فلوغ هول makeup tutorial anything you want. ان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي، باي.